مناسبة لنحيي شهداء الجمعية الحمزاوي ناجية كمال حسانية. أيضا بالمناسبة تحية إلى كل المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في زنازن طول العار ظلما وعدوانا من معتقلي الجمعية الوطنية كم من أحمد بوعدي وشعيب الكبير. أيضا تحية للمعتقلين السياسيين المضربين عن التعامل داخل زنازن الرجعية، خاصة معتقل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بكافة مواقعه بوجدار كناس أكادير فاس وبقية المواقع الصامدة. أيضا نهنئ الرفاق عن حركة عشرين فبراير المفرج عنهم مؤخرا، لا سيما بموقع بني بوعياش. أيها الرفاق رفيقات، ها هي مسرحية فصل من فصول مسرحيات هذا النظام لا وطني لا ديمقراطي لا شهير، تتكرر أيضا مع منافلين فرع النظور للجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين. إيه بيوم أمس تم عرض أحد المناضلين ديال النقابة الوطنية للتجار الصغار والباعة على الرصيف اللي هو محسن الشليفخ أمام هذه المحكمة الرجعية، وسيتم النطق بالحكم ديالو اليوم. أيضا اليوم كانت هناك محاكمة لثمانية مناضلين فرع النظور على خلفية المعارك البطولية التي خذناها إبان سنة 2011 و2012 وتم تأجيلها إلى غاية 20 ماي المقبل. أيضا اليوم تتزامن محاكمتنا محاكمة رفيقين عن موقع سلوان أثناء معركتهم من أجل الحق ديالهم العادل ومشروع حق في استكمال الدراسة في المصر أو السكل الثالث. أيضا اليوم يتزامن مع محاكمة فصل من فصول محاكمة الرفاق عن فرع ولاد ستوت للجمعية الوطنية وزيو أو ما يسمى بمعتقلي 2 مارس أو 2 مارس التي هاتي الفصل من الفصول المحاكمة أعتقد الخامس أو السادس أو أكثر من ذلك من فصول المحاكمة الماراثونية للمعتقلين السياسيين. لابد وأن نوضح للجماهير الحاضرة لماذا يتم اعتقال مناضلين الحركة الاحتجاجية، ولماذا نحن نعتبره أنه اعتقال سياسي بامتياز وأن القضية فهي قضية طبقية. فما تعلمون جميعا فإن إثناء اشتداد النضال وتقدم أي حركة وإشعاعه الجماهير وكفاحيتها يلتجئ النظام القائم إلى اعتقال ومناضلين تحت تهم متعددة، تهم جاهزة، تهم محفوظة قلنا على ظهر القلب من قبل العصيان المدني، إهانة المدفع العمومي، تخريب ممتلكات الدولة وما غير ذلك من التهم الواهية. إذ مجددا نتساءل ما هو العصيان المدني الذي درسناه والذي عرفناه؟ نعرف بأن العصيان فهو شكل متقدم للجماهير الشعبية من شل المرافق العمومية، من السيطرة على مقرات الوزارات والإدارات والمعامل وما غير ذلك، لكن هذه التهم أصبحت تهم طبعا بسيطة وتطبق ويحاكم بها أي منافق. أيضا المسألة الثانية هي إهانة المدفع العمومية، أي إهانة الموظفين العموميين. ماذا يقصدون بهذ الموظفين العموميين؟ يقصدوا بهم قوى ديال القمع، القوى القمع اللي المدرعة الدروع قلنا ديال القرى الوسطى التي تهين كل يوم كرامة المحتجين، كرامة المناضلين، كرامة المعطلين وباقي الحركة الاحتجاجية بالقمع ديالها الأهوج الذي لا يحترم حتى المساطر القانونية ديال هذا النظام. ونحن بالمناسبة نتابع على معركة من خلال اقتحامنا في مارس 2012 لمركز الاستثمار الجهوي التدخل الذي خلف أزيد من 50 إصابة، ونتوفر على شهادات طبية وفيديوهات تؤرخ لتلك المجزرة الدموية التي ارتكبت في حق المعطلي فرع النابور. اقتلوني مزقوني أغرقوني ارتكبت في معطلي النظر من بعض الإصابات التي لا زالت تحمل دعاهات ذلك التدخل الذي لا يحترم حتى المساطر ديال هذا النظام القائم بالبلاد. أيضا
معي جيدا بان تحريك المساطر هذه المساطر والمتابعات ما هو الا محاوله لهذا النظام من اجل اننا يحوزنا او من اجل اننا يدينا في شي مسار اخر غير مسار الكفاح والمسار النضالي اللي رسمناه، بانه نعلم جيدا بانه يحاول ان يحرف المسار ديال المعركه بمعركه من اجل المطلب العادل بالشغل القار والتنظيم الى في اتجاه اخر، في اتجاه طبعا نغوص في المحاكمات الماراثونيه التي لا تنتهي. ولكن معطلين ومعطلات اخرى عندنا دور، متشبثين بخيارهم الكفاحي، خيارهم النضالي، خيارهم التواجد الميداني امام كل مؤسسه هذا النظام المسؤول عن الكوارث التي يعيشها البلاد. وبالمناسبه نحن سطرنا برنامج نضالي متكامل يبتدئ من هذه الوقفه التنديديه بالمتابعات ومرورا بالشكل ديالهم اثنين امام العماله، ثم الشكل الوطني اللي كخلاصه المجلس الوطني يوم الاربعاء المقبل اللي غتكون الوقفه مع الخمسه د العشيه تنديدا ايضا بمحاكمات متابعات القمع الحصار. ايضا يوم السبت اعتقد 19 في هذا الشهر لدينا مسيره شعبيه وعازمين باش نفذوها، بالرغم من المتابعات بالرغم من الحصار، انه نعتبر بان الحق ديالنا في الشغل فهو حق عادل، حق مشروع، حق تضمنه المرافق الدوليه، ونعتبره بانه هو المدخل الاساسي لكرامه اي مواطن ومواطنه. ايضا نعتبر الحريات السياسيه والنقابيه مرحله اساسيه ومهمه ومستعدين للتضحيه بها، والحق ديالنا وباقي الحركات في الحق في الاحتجاج، في التنظيم، في التظاهر، بالرغم قلنا من تحريك هذا الكم الهائل من المساطير ومن المتابعات في حق المناضلين. اذ نؤكد بان لا شيء يفنينا، ونغتنم الفرصه نحيي كل الرفاق الحاضرين من رفاق طبعا الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، نحيي رفاق الفروع الحاضره، رفاق الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، رفاق في لجنه الدفاع الذي يؤازروننا دائما كما العاده، ونؤكدوا على مزيد من وحدات الصف، وحدات الحركات النضاليه الاحتجاجيه اللي كاينه في الميدان للتصدير لهذا التهول او التصدير هذا التراجع الخطير وهذا الزحف ديال النظام على مكاسبنا بل وحتى على الحريات ديالنا. وقبل زعما ما نختم كاين كلمات احد المعتقلين ديال الرفاق ديال جوج مارس اللي طلب مني الكلمه، عطيو الكلمه تفضل الكاميرا. كل المناضلين الجمعيه الوطنيه لحمل شهاده المعطلين بالمغرب، تحيه نضاليه كذلك الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، تحيه كذلك لكل الاطارات السياسيه النقابيه التي تتضامن في كل مواقع الاحتجاج ضد قضيه الاعتقال السياسي باعتبارها قضيه طبقيه من داخل هذا الوطن الجريح. مداخله بسيطه جدا للمساهمه مع الرفيق في اطار هذا المسلسل ديال المحاكمات السوريه للمجموعه ديال المناضلين في كل الحركات الاحتجاجيه المناهضه ضد كل السياسات ديال القمع، ضد كل السياسات الممنهجه سواء في الشغل او في التعليم او في الصحه او في كل المجالات نتاع هذه الحياه من داخل هذا الوطن الجريح. الجماهير الشعبيه، المناضلين والمناضلات من داخل هذا الوطن الجريح، نؤكد بانه العهد الجديد بين الاف الاقواس، بين الاف الاقواس او ما يسمى بدستورات ديال 2011 اللي جا في واحد المرحله يؤرخ او يعطي الحق لاحتجاج الابناء ديال الشعب المغربي، الا انه في اخر المطاف مازال هناك عقليه وفقيريه، عقليه بصرويه تلجم تكبح تقمع تعتقل كل المناضلين في التعبير ديالهم في الحريه ديالهم ضد كل اشكال ديال السياسات ديال القمع في هذا الوطن الجريح. معطلين ولا معطلات،
للاسف الشديد هذه الدوله في السياسه ديال النهج بدل ما غتلقى حل موضوع المعضله ديال العطاله الا انه كتقبض هذا المعطل الذي يعاني الويل من جراء هذه السياسه اللي كتنهج منذ الطفوله الى اننا طبعا تلك الورقه المشؤومه المسمى بالدبلوم ولا الاجازه ولا الدكتوراه وفي اخر المطاف كنلقاو راسنا في الشارع الذي لا يبي ادنى حاجات الجماهير الشعبيه فما بالك المعطل ولا المعطله الجماهير الشعبيه ها هي المحكمه بين الاف الاقواس ها هي العداله بين الاف الاقواس ولكن للاسف ما مدى نسبه حل ديال المشاكل ديال هاد الجماهير الشعبيه زادوها بالمعطلين والملفات المطبوخه مازال كتفبرك لولاد الشعب ولا المنظرين منذ 1958 القانون ديال الحريات مازال ما فسرناش ذاك النص ديال الحق في الاحتجاج اعطانا الحق في الاحتجاج الطبيعه ولا الاليه ولا الكيفيه ديال الاحتجاج من 1958 مازال ما عرفناش كي غادي نديروا النظرو بين الاف الاقواس اللي كنص عليها ديال هاد الدساتير الممنوحه منذ 1962 وبالتالي الجماهير الشعبيه مازال المحاكمات تلو المحاكمات سواء في الجمعيه الوطنيه لحمل شهادات المعطلين بالمغرب سواء في الاتحاد الوطني طلبه المغرب سواء في الحركه ديال 20 فبراير سواء في الحركات الاحتجاجيه ديال الفراشه ولا ديال الباعه المتجولين ولا ديال العمال ولا ديال الفلاحه ولا ديال المجموعه ديال الشرائح ولا الفئات الاجتماعيه من داخل هذا الوطن الجارح مازال نطالب بالكرامه وبالحريه وبالعيش الكريم وفي الشغل لا اقل ولا اكثر كذلك نعبر ونحن كذلك نساهم في ترسيخ دوله الحق والقانون كل شيء كاين هذه بدوله الحق والقانون كل شيء بغى الدوله ديال العداله الاجتماعيه نحن كذلك بغينا العداله وبغينا الترسيخ ديال دوله الحق والقانون وبدون الاملاءات في ملفات وكنطالبوا بالاستقلاليه ديال القضاء فين راه القضاء في الدستور ديال 2011 فين راه الاستقلاليه ديال القضاء بعيدا على كما قلت على العقليه الافقيريه اللي مازال هناك الاملاءات في ملفات سياسيه اللي كتطبخ المناضلين ولا المناضلات للاسف الشديد الجماهير الشعبيه كذلك حتى الجماهير الشعبيه كتعاني الويل في هذه المحاكم هذه كلشي كيتفلى عليه كلشي كيتفلى عليه في هذه المحكمه المشؤومه هذه بين الاف الاقواس شنو اكتسبنا في الحقوق ديالنا ولا في القانون المطبوخ اللي كيتعطى ولا اللي كينزل على ولاد الشعب كينزل على العمال كينزل على الفلاحه على الطلبه على المعطلين على ابناء الفقراء لا اقل ولا اكثر عمر شتو شي وزير كيتحاكم عمر شتو شي باشا كيتحاكم عنده شي عمر شتو شي رئيس جماعه محليه كيتحاكم في هنا في المحكمه ما عمر ما غادي تشوفو ولكن غادي نشوفك انت ولد الشعب غادي نشوف ذاك العامل وغادي نشوف ذاك المعطل وذاك الطالب ولكن عمر ما غادي نشوف مسؤول اللي مازال كيهضروا في المال العام ولا اكثر من ذلك في اطار الفضح لهاد الناس هادو كيوجهوا لنا المحاكمات ديال العرقله ديال السير ديال تكسير املاك الدوله ما نعرف العصيان اهانه موظفين عموميين الملفات يعني مطبوخه جاهزه في لوح محفوظ للاسف الشديد بالنسبه للمناضلين الاحكام جاهزه راه في اللوح المحفوظ يا ريت انه لو كان يعلقوها كاع الاهانات اللي كتعطى للمناضلين واضحه وباينه واضحه وباينه اللي كتعطى للمناضلين ما بقاو غير يديروا لنا زعزعات ديال هاد الامن ديال هاد الدوله هاد ولينا حنايا مجرد كنزعزعوا الامن ديال هاد الدوله بين الاف الاقواس وحنا مجرد معطلين نطالب بالتشغيل نطالب بالتعليم نطالب بالصحه نطالب بمجموعه المطالب اللي هي مطالب اجتماعيه ما كتخرج على شي سياق اخر ولكن للاسف ما قيمه هذا الاعتقال ولا هذا القمع ولا هذه القوى الطبقيه اللي مازال كتحاصر في الشوارع وفي الازقه على من كترصد المناضلين وكتتابع المناضلين وكتهد المناضلين في الشوارع كنقولوا العهد الجديد فين راه العهد الجديد؟ احنا في 2015
صفحة بيضاء، أي فراس صفحة البيضاء، غير المزيد من الاعتقالات، المزيد من القمع، المزيد من التشريد ديال ولاد الشعب في الشوارع لا أقل ولا أكثر. حتى لا أطيل على الجماهير الشعبية ولا المناضلين والمناضلات، نؤكد بأن هذا المسلسل ديال المحاكمات السورية لن تزيدنا إلا تشبث وقناعة بالمطالب العادلة والمشروعة في الكفاح ضد الاستغلال، ضد القمع، ضد الاضطهاد لكل أبناء العمال والفلاحة لا أقل ولا أكثر. إلى هنا هذا واحد المداخلة، يمكن كان شي مداخلة عند الاتحاد الوطني كمارة. سلام مبروك سعيد وفريد، الحرية والكرامة لكافة المعتقلين السياسيين من داخل زلازل الذل والعار لهذا النظام ذو الطبيعة لا وطنية لا ديمقراطية ولا شعبية. الجماهير الشعبية هذا اليوم يتزامن والمحاكمات السورية المجموعة من المناضلين التقدميين الذين ناضلوا في صفوف الجماهير الشعبية من أجل تحقيق مطالب عادلة ومشروعة. معتقلي جورج مارس الذين خرجوا مع الجماهير الشعبية من أجل تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية ومن ضمنها غلاء الأسعار، غلاء فاتورة الكهرباء والماء، رفع الإقصاء والتهميش على مدينة زيو، ولكن في المقابل ما ينهجه النظام أكيد بسياساته وهي سياسة القمع وسياسة الاعتقال التي تم متابعة فيها مجموعة من الرفاق من داخل مدينة زيو باعتبارهم تواجدوا مع الجماهير الشعبية من داخل هذه المدينة. كذلك يتزامن هذا اليوم مع محاكمة سورية بمتابعة للرفاق الذين طالبوا لا لشيء إلا من أجل حقهم العادل والمشروع متابعة دراستهم، ألا وهي متابعة السلك الماستر. ولكن سياسة النظام القائم من داخل الوطن، هذه السياسة التي تنهج على كل من يرفع صوته ضد هذا الاعتقال وضد هذا القمع الشرس الذي يتعرض له أبناء الجماهير الكادحة من داخل هذا الوطن هذا. وبالتالي نقول أن الشعارات الرنانة التي ترفع من داخل هذا الوطن هذا من قبيل المسلسل الديمقراطي والمغرب الجديد ما هي إلا شعارات فارغة المضمون، باعتبار أن الحريات التي تصدر من داخل الدستور ما هي إلا حبر على ورق وستبقى حبر على ورق، باعتبار أن العدالة الاجتماعية لن تكون إلا في مجتمع إنساني، مجتمع تتواجد فيه الإنسانية وتتنافى فيه الطبقية بين من يمتلك وسائل الإنتاج ومن لم يمتلك هذه الأخيرة. وبالتالي حتى قضية التشغيل قضية طبقية ملازمة لنمط الإنتاج، هذا نمط الإنتاج المبني على قلة قليلة تمتلك وسائل الإنتاج وفئة عريضة أو طبقة عريضة التي تنتج لا تمتلك شيئا، وبالتالي ستبقى البطالة ما دام هذا التناقض قائما. عشتم أحرارا، عشتم أبطالا، عاش كل شهداء قضية التحرر والانعتاق، عاش شهداء قضية التحرر والانعتاق، عاش سعيدة، عاش زروان، عاش كمال حساني.